دلوقتي بقى احنا هنبقى فريق وانتوا فريق. سيبي بقى البرج دي يعني اروح لجوزي؟ لا خليكي معايا. طيب ماشي. انا وجوزي قدام بعض وانت وجوزك قدام بعض. ماشي. اللعبه عباره عن ايه؟ الكروت دي فيها صور، تمام؟ فانا هوري ماجي الكارت من غير ما انا اشوفه، فهو لازم يشرح لي ايه اللي جوه الكارت، وانا اقول ثلاث تخمينات. لو خلال ثلاث تخمينات ما عرفتش ايه اللي موجود ابقى انا خسرت. اوكي هنوريكم. هتفهمي ثواني بس مش فاهمه. هتفهمي من هتفهمي دلوقتي. فهمها بطيء. فهمتها بطيء. ايه زمان وانا صغننه شوشي كنت ايه؟ كنت رفيع. بكتب برايه. ايوه كده. ايوه يا شوشي. يلا انت بقى وري عفيف. وانت مين اللي هيمثله؟ هو اللي هيمثله. هو هيشوف الرسمه. هتمثل انا؟ ايوه. ما تشوفيها ما تشوفيها ارفعيها كده. أيوة. بالسلامة بقى. لا توحشني يا حبيبي. لا لا خد شيماء خليك مع شيماء. طبق ويحصل لي خلق. لا ما تتكلميش بقى. طيب ماشي. ساعة زمان كده ساعة كده ساعة كده ساعة مروحة. عمل لي كده. امال لو عمل كده لا انا دي شايفاها زمان كده تكييف. حليتها ولا ما حليتهاش؟ صح حليتيها. هي هيعمل ايه بقى؟ اتفضل يلا انت بقى وري. انتوا العبوا. طيب اتفرج عليكم. احنا هنلعب اهو بعدكم. بتدور كده تمشي كده. يلا الله. شوف يا صباح. دي اجيبها منين دي؟ اوعي تشاوري على ماجي. اوعي ازعج مني. ما حدش يستخدمه. تخين. بلاش الكلام ده. بلاش الكلام. ايه؟ اهدى اهدى اللي ورا ده. لا 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 لازم تحدد. اهو اهو راح ابعد ليه؟ انت مالك يا انت؟ مش هتضلي مش هندى حياتي. يس يس. وريني سيد دي قشطه. معك الرب. ايوه زمان. احب احب واحنا على البحر بنسمع ده فين يعني؟ انتور. ايوه ما اتكلمتش. ما قالتش حاجه. اقول اقول العيال دول غشاشين. وبما اننا احنا كسبنا وهم كسبوا فدلوقتي الموضوع بقى صعب جدا، بس لسه قدامنا اخر حاجه اللي هنحكم عليها بيهم. انتوا هتمسكوا البورد الحلوه الجميله دي. اتفضلي. اوكي اتفضلي يا استاذه عفيفي. اتفضلي يا نجله. اتفضلي. الاستيكه. امسكوها كده وبصوا لبعض ارسموا بعض بشكل تخيلي. يلا. مسح. انا هشتغل بشكل رمزي. ايوه ماشي. دي ايه دي؟ بصله دي ولا اللي انت رسمها دي؟ انا نفسي اشوف ملامح. مهمه يعني الملامح دي؟ هو في غير ملامح يا اختي؟ عليه وعلى ملامح. يخرب عقلك يا اختي. لا ما تمسحيش. لا لا ما ينفعش نمسح اللي أيوة عملناه. ايوه ما ينفعش ما ينفعش. لا ما خد الاستيكه منه. لا ما هو راسم خلاص. انا خلصت. هو خلص. طيب اكتبي تحت بقى اتبرع ولو بجنيه. بعد الصورة دي اسمعي مني. I wanted that. مطلوب. هتاكل جامد. هي الصورة يعني ايه تمشي في المواقف دي. يا حبيبي يا حبيبي. اتفضلي يا روح. خلاص. هي رسمتك عامل قلب مفتوح يعني ممكن نلف كده نوريه. الله. ده وشه ده ايه ده؟ ده في حد حريق؟ وشه ولعان ده ولا ممكن إيه؟ نشوف انت عم ايه ده؟ انت راسمها فازه؟ ده قول لا. ايه ده؟ لا دي ازازه حاجه ساقعه معينه كده بس. هو بيحب. اوه ايوه طبعا. انما ايه ده؟
يا جماعه هم هم اللي فارق معاهم الشيب، بس برضو احنا حسينا من القعده ديت ان هم بيحبوا بعض جدا، فاحنا بنقول لهم ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض، وكانوا معانا النهارده ومنورينا احلى زوجين في الوسط الفني واطيب زوجين في الوسط الفني، عايزين نحييهم جدا. النجمه الكبيره نجله بدر كبيره قوي 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 لحبيبي اللي منورنا ومشرفنا ونسمع له احلى تحيه، محمد حسين ابراهيم حبيبي. ده مش جوزي. انت جبت ابراهيم دي منين؟ اي حاجه. ده مش جوزي. بين قوسين بين قوسين عفيفي حبيبي، احلى تحيه بقى.